مشروع تطوير رأس الحكمة اللي بيعتبره الكثير من الاقتصاديين هو بداية وليست نهاية، بداية للوقوف على الطريق الصحيح للتعامل مع الأزمات الاقتصادية. مشروع زي مشروع تطوير رأس الحكمة أكيد العمل جاري عليه من فترة طويلة، وده من باب أن القيادة السياسية والحكومة بتعمل من فترة على التحكم في الأسواق وفي برنامج الإصلاح الاقتصادي بكل خطواته من خلال عدد من المشروعات اللي بتشجع الاستثمار الأجنبي المباشر. والنهاردة زي ما شاهدنا مع حضراتكم مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى حصلت من فترة طويلة بين مصر والإمارات، واللي شاهدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد فيها دولة رئيس الوزراء إن مشروع تطوير رأس الحكمة هو شراكة مش بيع أصول زي ما أشيع، وزي ما كل بعض النوافذ الإعلامية سوف تتناول هذا الموضوع من باب اللي هو يعني لازم نطلع أي مشكلة في أي خطوة إيجابية بتقوم بها مصر. ويأكد كمان رئيس الوزراء إن المشروع هيوفر ملايين فرص العمل، لأن مصر محتاجة كل سنة ما لا يقل عن مليون فرصة عمل، لأن مصر كبيرة ومحتاجة مشاريع كبيرة من هذا النوع، مشاريع استثمارية كبيرة من هذا النوع. لكن السؤال اللي هو بيشغل بال كل مصري، إذا كنا بنتكلم الفترة اللي فاتت عن ارتباط الدولار وبأسعار السلع في السوق، فإحنا النهاردة أول سؤال بدر لي على ذهن كل معظم المشاهدين ومعظم الشعب المصري، هل بهذا المشروع أو هذه الشراكة الاستثمارية الكبرى والأكبر والأضخم في تاريخ مصر هيكون لها تأثير مباشر على سعر الدولار وسعر الصرف بوجه عام؟ ده اللي هنعرفه من خلال ضيفنا اللي معانا على الهاتف، الأستاذ محمد أبو عاصي المحلل والصحفي الاقتصادي والمصرف. أستاذ محمد أهلا بيك معنا في التاسعة يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ يوسف، وأهلا بكل مشاهدين برنامج التاسعة ومشاهدين التلفزيون المصري. أهلا بحضرتك. يعني ممكن نبدأ من كواليس الصفقة الأول وإزاي تمت وإمتى بدأت؟ الصفقة تم الحديث عنها أو تم البدء في التفاوض فيما يخصها حسب ما تم تداوله، لكن ده ما تمش إعلانه لأن احنا كصحفيين كان بنكون يعني قريبين شوية فيما يخص النقطة دي بالتحديد. الصفقة بدأ المفاوضات فيما يخصها من حوالي 8 شهور، وده اللي كان غير معلن من الإطلاق، كان عن طريق أدار المفاوضات دي وزارة التخطيط تحت غطاء الحكومة المصرية، والناحية الثانية كان موجود وزارة المالية ومحافظة البنك المركزي، وكان بمتابعة من مجلس الوزراء، رئاسة مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والناحية الثانية كان رئاسة الجمهورية، وأعتقد في أجهزة كثيرة معنية في الدولة كانت بتدعم الصفقة دي وبتضغط فيها بكل ما تملك بحيث يتم الاستقرار عليها نهائيا، سواء كانت مع دولة الإمارات أو مع دول ثانية كانت مقدمة، لكن عرض الإماراتي كان هو الأفضل. أعتقد إن كان تم أو كانت المفاوضات شغالة برضو مع الصين، الجانب الصيني، وكان في بعض الدول العربية الثانية بدون ذكر أسماء كانت بتحاول تتفاوض على الصفقة دي. العرض الأنسب والعرض الأفضل كان هو العرض الإماراتي، وكان هو العرض الأكثر سخاء، كان عرض الإرادة يعني غرور الحكومة المصرية إلى حد ما. زي ما احنا بننتقد من وقت للتاني أداء الحكومة المصرية في بعض الملفات، برضو لازم نشيد بالنقطة دي بالتحديد. أكيد. إن العرض يمكن يعتبر ده أضخم صفقة استثمارية تمت في تاريخ مصر إطلاقا سواء حديث أو قديم، والمشروع كبير جدا، ويمكن يكون العرض بظروفنا الحالية في مصر هو مرضي لكل الأطراف، والجميع مستفيد منه، الجميع مستفيد منه سواء مصر أو حكومة مصرية أو حتى الإمارات أو المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي. وخلينا نكون سريعا واضحين شوية فيما يخص النقطة دي بالتحديد. فيما يخص مصر نفسها، فضل النهاردة تديها شهادة ثقة من بوابة تانية خالص، إن أنا بالنسبة لي كحكومة مصرية بلجأ إن أنا أطرح مشروعات كبيرة بالشراكة مع القطاع الخاص، فالكل يجي يستثمر عندي، فده بيديك قوة كحكومة مصرية إنك تستقبل أكبر قدر من الاستثمارات. إحنا بنتكلم النهاردة في أموال مباشرة هتدخل الخزينة المصرية تقدر بحوالي 35 مليار دولار، منهم 11 مليار ودائع خليجية أو ودائع إماراتية بالتحديد لدى البنك المركزي المصري، فأنت بتتكلم عن 7% من الديون وقع بين يوم وليلة. ده جزء من الصفقة عشان نكون واضحين في النقطة. طب نتوقف قليلا عند الوديعة اللي حضرتك أشرت إليها، كيف سيتم التعامل معها؟ هل سيفرج عنها بالكامل؟ هل تتحول بالكامل داخل المشروع أم جزء منها الآن والجزء الآخر بعد فترة؟
الوديعه بالكامل اللي هي حوالي 11 مليار، احنا كنا بنقول تفاصيل الاتفاق المالي هتمشي على شهرين بالظبط، الشهر او الاسبوع القادم ان شاء الله واللي بعده بكثيره، احنا بنتكلم في حوالي 15 مليار دولار، منهم 10 مليار دولار هيجوا من تحويل من دوله الامارات في صوره اموال نقديه، اما الجانب الثاني اللي هو ال 5 مليار هيتم خصمهم من الوديعه اللي عندنا لدى الحكومه المصريه. بنهايه الشهرين هيجي مبلغ 14 مليار دولار من الامارات برضو، بالاضافه لل 6 مليار دولار اللي هم موجودين لدى البنك المركزي المصري. جميل يعني في النقطه دي ان البنك المركزي المصري مش هيطلع الودائع اللي هم 11.4 من 10 مليار دولار من الحكومه المصريه او من مصر من هنا اطلاقا، هو هياخد الفلوس يلقيها دولار لدى البنك المركزي تفضل زي ما هي الاحتياطي بتاعها او تفضل لدى الاحتياطي الخاص بالاستخدام الحكومي. في الناحيه الثانيه هيجي البنك المركزي يطلع بدلها جنيه، فبالتالي انا زودت احتياطاتي من العمله الاجنبيه لان انا عندي مشكله فعليا في الدولار اللي هي الفجوه الدولاريه اللي احنا كلنا بنعاني منها. واعتقد كمان الدين هيقل كمان 7%. احنا دلوقتي التراجع 7%، وعايز اقول لحضرتك في نقطه ثانيه ازاي بقى الدين هيقل 7%، لان النقطه دي محتاجه يعني شويه شرح. احنا حجم الديون المعلن حتى الان هم حوالي 165 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، ده اخر اعلان لي او اخر تصريح رسمي بغض النظر اللي هو الدين كام على الارض، لكن احنا بنتكلم في 165 مليار دولار ديون خارجيه على مصر. ال 10% من ال 165 احنا بنتكلم في حوالي 16.5 يعني 16.5 بالتحديد. الامارات لديها 11 مليار دولار في البنك، اذا بنخصمهم الرقم ده انا حوالي 7% على ما اعتقد هو ده من قيمه او من ديون مصر. احنا ما نفرطش في التفاؤل فيما يخص الصفقه بالتحديد لان ده هيتحدد اكتر على توجهات الحكومه المصريه الفتره الجايه. احنا قلنا دلوقتي حالا يمكن طلع تصريح من اكثر من مكان، ده غير ان السندات المصريه الدوليه يعني جي بي مورجان بيشيد بالصفقه، ده شيء متوقع، لكن اللي يهمني هو اللي على الارض، السندات المصريه الدولاريه وزير الخزانه لدى السوق الدولي هناك بدات التامين عليها يقل وبدا يحصل اقبال اكثر فيما يخص النقطه دي. وانا يعني بستغل وجود على التلفزيون المصري بوجه رساله للحكومه المصريه، شيء جميل جدا ان احنا عملنا في الصفقه دي عملنا لها شركه اللي هي شركه راس الحكمه. انا اتمنى ان الشركه دي يتم ادراجها في البورصه في الساعات الاولى من تاسيسها. الشركه دي هتدخل مليارات الدولارات في مصر، لان الكل هيجري يشتري اسهم في شركه راس الحكمه اللي هي هتكون اكبر مطور عقاري في مصر، واللي هتطور حوالي بتتكلم في حوالي 1,700,000 متر مربع مليون 700,000 متر مربع، و7 من 10 على ما اعتقد الرقم ان كان رقم مضبوط. ده في كمان مراحل لاحقه هيتم اسنادها للمشروع، وهي ان اصلا المشروع اصلا اجماليه حوالي 11.5 مليون متر مربع. فدي نقطه ثانيه، لسه في مراحل لاحقه وفي صفقات ثانيه هتدخل على نفس الخط. انا بتكلم بقيه الاتفاق المالي عشان برضو ما هو انا 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 عايز ادخل كمان مباشره في مساله اللي هو تاثير المشروع او الاتفاقيه اللي تم الاعلان عنها النهارده على سوق النقد بصفه عامه والدولار تحديدا. بحكم الاتفاقيه اللي تمت دي، فانا بعد بكم باضافه للاموال اللي احنا ذكرناها في عندي 24 مليار دولار او 22 في الحدود دي، يعني ده برقم مبدئي هيتم ضخه كاستثمارات بقى على الارض، اللي هو عمليه التشغيل، عمليه التشغيل اللي هو انا في الشركات الاماراتيه هتبدا تحول الشركات المصريه اللي تشتغل في المقاولات وغيره. فانا بالنسبه لي عندي كميات كبيره من النقد داخل، انا عندي مشكله او فجوه دولاريه، الفجوه الدولاريه دي خلال الثلاث سنين الجايين احنا بنتكلم في حوالي من 20 ل 30 مليار دولار، دول فجوه نقص ما بين الايرادات بتاعتي وما بين المصروفات بتاعتي او اللي محتاجه او اللي عليا المفروض ادفعه. كمان عندي كم كبير من الديون خلال السنه دي، المفروض ان ده ذروه الازمه في 2024 و2025، سواء السنه دي هندفع 42 مليار دولار وشويه قصور، السنه الجايه لسه لما يتم الاعلان عن جدول سداد الديون هيكون عامل ازاي، لكن القصه كلها احنا محتاج ان انا اكفي كل الموارد الدولاريه دي، فهعمل ايه؟ انا خلاص دخلت رقم، وعايز اقول لحضرتك ان الرقم ضخم. رقم ضخم بغض النظر عن ان المليار بقى هو لغه متداوله بين الناس عادي، لكن ده لكن رقم. الرقم ده في حد ذاته يعني بيساوي الاحتياطي المصري. بيساوي الاحتياطي النقدي لدى مصر. جميل. هو ده النقطه فعلا، يعني ده انت النهارده الفجوه دي هتوفر دولار اكتر في السوق وهتتسد خلال الفتره دي. انا كده بالنسبه لي 2024 بنسبه 80% احنا في الامان كمصر فيما يخص سداد الديون، فبالتالي انا ما عنديش اي استعداد كبنك مركزي ادخل بقوه ان انا اشتري دولار من السوق السوداء الا على فترات، لان انا عندي السوق السوداء فيها اكثر يعني من 62 ل 70 حسب التقديرات الاوليه مليار دولار، سواء بقى تحويلات مصريين في الخارج مش عايزين يدخلها البنوك او غيرها. فانا بالنسبه لي انا كفيت الازمه دي ووفيت.
هيدخل بكل هدوء، ده هيعمل استراحه اكتر او استقرار، وده اللي احنا بندور عليه دلوقتي. لان انا سمعت حضرتك في المقدمه بتقول ان انا هل ده هيحصل استقرار في الاسعار العاديه بتاعتنا؟ هيحصل استقرار، احنا بندور على استقرار مش انخفاض. مفيش انخفاض، لا مفيش انخفاض في الاسواق الفتره دي، لان احنا ازمه تضخم عالمي وداخل بعدها ازمه ركود، واحنا المتداول والمدرج في الاسواق المصريه ان اللي بيعلى ما بينزلش. هو المطلوب استاذ محمد بالنسبه للاحتياطي بتاعنا، لو قلنا هو دلوقتي كام وهيصبح كام بعد الاتفاقيه دي، ولو وصل لكام تبدا الاسعار نتكلم في مساله الاستقرار. فيما يخص الاحتياط النقدي لدى مصر، احنا بنتكلم في حوالي 35 مليار دولار، وبعدين انا عدي الرقم ده كمان بحاجات محسوبه الى حد ما. في زياده في احتياط الذهب عندنا برضو في البنك المركزي المصري، كان الفتره الاخيره بدا يتوسع في شراء الذهب وعشان يعمل نفسه. هنا بقى التصرف في السوق السوداء والاسعار اللي في الاسواق وحتى اسعار الذهب المرتبطه بسعر الدولار في السوق السوداء كلها هتتحدد من يوم الاحد، أو مع استلام الحكومة المصرية أول دفعة من الأموال. هل الأموال دي هتعلن الحكومة المصرية إنها تدخل البنك المركزي المصري وهتتحط لدى الاحتياط النقدي؟ ده رقم واحد. لو أعلنت كده، أو حتى هل هي هتبدأ تضخ لدى البنوك؟ ودي أنا لا أتمناها إطلاقا، إنها تضخ السيولة الدولارية دي في البنوك، لأن السوق قوي وواسع ممكن يستوعبها في أقل فترة زمنية. لا أنا عايز أحطهم على جنب، أصرف منهم على السلع الأساسية. السوق عطشان جدا أصلا. انا محتاج استلم القمح بتاعي مثلا، سلعه اساسيه استراتيجيه، ما اروحش اجيب بيه عربيات، لا انا اجيب بيه القمح بتاعي، اجيب بيه الحاجات الاساسيه اللي الناس محتاجاها، ادخل الكميات الكبيره في السوق. لما تدخل الكميات دي هتعمل استقرار. احنا نبحث دلوقتي يا استاذ يوسف عن استقرار الاسواق فقط، انا عايز الاقي قاع اقعد عليه. ايوه يعني عايز استقر بالزبط. وبعد كده افكر في الانخفاض من عدم، اللي هي اداره الفتره القادمه. وعايز اقول لحضرتك ان دي فرصه، يعني انا قلت في البدايه ان في فوائد لمصر وفي فوائد لحكومه مصر. احنا هنتكلم في حكومه مصر، ان انت النهارده في ايدك ورقه كانت هي السبب في فتره من الفترات ان يوجه انتقاد للحكومه المصريه، وهي ان انت بتتوسع في المشروعات العمرانيه. من بوابه المشروعات العمرانيه جات لك فرصه، الفرصه دي ممكن تلغي كل فترات الانتقاد وتخلي الحكومه المصريه بين قوسين. يعني الفرصه جايه في الفرصه جايه في تخصصنا احنا. في تخصصنا في تخصصنا والناس يعني في حاله اللي هو البنى كله النهارده. النهارده المصريين حتى برغم ان الاسعار ممكن تكون ده في تضارب مع اول ثلاث دقائق من المؤتمر، واحنا كصحفيين على علاقه بتعاملات السوق السوداء شايفينها ايه اللي فينا، وفي الوقت الثالث نتواصل مع الناس نعرف الاسعار رايحه فين، لان ده شغل من او جزء من شغلنا كصحفيين. لان انا بفاجئ ان بعد اول ثلاث دقائق في المؤتمر حصل انخفاض نص جنيه، بنهايه المؤتمر 2 جنيه ونص في السوق السوداء. النهارده يوم اجازه ما نقدرش نحكم، واصلا من وقت الاعلان من اسبوعين ثلاثه كمان، من لما كان في كلام كان 73 كانت التعاملات صباح اليوم 63، دلوقتي حالا انا بكلم حضرتك قبل المكالمه التعاملات 58، ولو في تعاملات شغال ده شيء كويس. هي طبعا من الناحيه الثانيه هو زي ما حضرتك اشرت، زي ما حضرتك اشرت استاذ محمد، هو المساله في تتعلق باداره الفتره القادمه علشان نقدر نوصل لمرحله استقرار الأسعار اللي بتهم كل مواطن حاليا. أنا بشكرك جدا الأستاذ محمد أبو عاصي المحلل والصحفي الاقتصادي والمصرفي.